is. نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. في هذه النشرة، رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر إجراء حركة في سلك الولات شملت كافة الولايات. وزارة شؤون الاجتماعية تشرع هذا الأسبوع في صرف المساعدات المدرسية. اليوم انطلاق فعاليات الاحتفالية السابعة بالمولد النبوي الشريف التي تحتضنها مدينة القيروان. وفي العالم، فيضانات جنوب المغرب تخلف 11 قتيلا وعددا من المفقودين. واتفاق بين بغداد وواشنطن على جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إجراء حركة في سلك الولات على النحو التالي: عماد بوخريس واليا على تونس، وليد صنديد واليا على أريانا، وسام المرايدي واليا على بن عروس خلفا للسيد عز الدين شلبي، محمود شعيب واليا على منوبة خلفا للسيد محمد شيخ روحو، هناء شوشاني واليا على نابل خلفا للسيدة صباح ملاك، سالم بن يعقوب واليا على بنزرت خلفا للسيد سمير عبد اللاوي، كريم البرونجي واليا على زغوان خلفا للسيد محمد العش، أحمد بن خراط واليا على باجة، هشام الحسومي واليا على جندوبة خلفا للسيد سمير كوكا، وليد كعبية واليا على الكاف، خالد الواعري واليا على سليانة خلفا للسيد وليد العباسي، ذاكر البرقاوي واليا على القيروان، سفيان التنفوري واليا على سوسة خلفا للسيد نبيل الفرجاني، عيسى موسى واليا على المنستير، أنيس العذاري واليا على المهدية، محمد الحجري واليا على صفاقس، فيصل بالسعودي واليا على سيدي بوزيد خلفا للسيد عبد الحليم حمدي، زيادة طرابلسي واليا على القصرين خلفا للسيد رضا الركباني، سليم فروجة واليا على قفصة خلفا للسيد نادر الحمدوني، رضوان نصيبي واليا على قابس، شاهين الزريبي واليا على توزر خلفا للسيد أيمن البجاوي، معز العبيدي واليا على قبلي خلفا للسيد محمد الطيب خليفي، وليد الطبوبي واليا على مدنين خلفا للسيد سعيد بن زيد، أمير الجابسي واليا على تطاوين خلفا للسيد حافظ الفيتوري. أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتقديم التهاني له بعد إعادة انتخابه، متمنيا له مزيد النجاح والتوفيق. وأكد رئيس الجمهورية أهمية الروابط الأخوية المتميزة بين تونس والجزائر والعزم الثابت على مزيد تطويرها لمواصلة بناء مستقبل مشترك. وفاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس بولاية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات في انتخابات الرئاسة. تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الأسبوع في صرف المساعدات المالية المرصودة لفائدة التلاميذ والطلبة من المنتمين للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل من المسجلين في برنامج الأمان الاجتماعي. وأكد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة شؤون الاجتماعية إبراهيم بن إدريس أن الوزارة وسعت قاعدة المشمولين بالمساعدات، حيث ستشمل لأول مرة 30,000 طفل على الأقل من المرسمين بأقسام التحضيري في المدارس العمومية، وأيضا 14,600 تلميذ من منظوري التربية المختصة، هذا فضلا عن الأطفال المرسمين بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي. كما ستسند لأول مرة هذا العام منحة بقيمة 100 دينار للأطفال المسجلين بالسنوات التحضيرية بالكتاتيب التابعة لوزارة الشؤون الدينية.
استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، ينظم المرصد الوطني لسلامة المرور بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني ووحدات حرس وشرطة المرور حملات توعوية لتأمين عودة آمنة. رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني: حملات توعوية تحسيسية تنطلق مع بداية السنة الدراسية في محيط المؤسسات التربوية، وخاصة التي تفتح على طرقات رئيسية. أهمية تطبيق منطقة السرعة في المؤسسات التربوية 30 كيلومتر في الساعة، حملات رادار في محيط المؤسسات التربوية أو المنشآت الرياضية. كذلك تم التنسيق مع السادة المندوبين الجهويين للتربية في كامل ولايات الجمهورية لتركيز حواجز حديدية أمام المؤسسات التربوية التي تفتح على طرقات رئيسية. كذلك تم عديد المدارس والمؤسسات التربوية التي استجابت لدعوة المرصد لتغيير الأبواب الرئيسية التي تفتح على الطريق الرئيسي لتصبح تفتح على طريق جانبي. المرصد الوطني لسلامة المرور قام ببرمجة في سنة 2023-2024 أكثر من 700 حصة تثقيف مروري في كافة المؤسسات التربوية بأغلب ولايات الجمهورية. تحتضن ولاية القيروان بداية من اليوم وإلى غاية 15 من سبتمبر الجاري الاحتفالية السابعة بالمولد النبوي الشريف ببرمجة متنوعة تتضمن بالخصوص أنشطة دينية وفقرات تنشيطية وثقافية. المسؤول عن البرمجة محمد لخشين ومزيد من التفاصيل: بالنسبة اليوم الاثنين ينطلق الإعلان الفعلي عن فعاليات المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف. نبدأ 10 متاع الصباح بتنشيط المسلك السياحي، بعد نتعديه وزاد في جانب آخر من المدينة العتيقة صم عن انطلاق معرض أرتستور في نسخته الثانية. هي العروض الموسيقية مش تكون فما، أما لكن مش تكون نوعية الموسيقى والطابع الموسيقي مختلف. نهار الثلاثة نبدأ كل عاد 10 متاع الصباح عنا معرض التراث مدينتي للصناعة التقليدية بالشراكة مع جمعية القيروان مدينتي. نتعديه للعشية نبدأ بالسلاميات متاعنا في ساحة الغسالة جمعة فما عباد تخدم وكل شيء. قبل ليلة المولد ونهارة المولد ارتأينا أن نزيد ونكثر وياسر في التظاهرات صلب البرنامج. تنطلق اليوم الدورة الأولى من الصالون المهني للصناعات التقليدية والتجديد لتتواصل حتى يوم 15 من سبتمبر الجاري بقصر المعارض بالكرم، ويستهدف الصالون كل مهني وحرفي الصناعات التقليدية والحرف الفنية، وتهم المنتوجات المعروضة الأثاث ومنتجات التزويق والبلور والخزف. تطلق الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم 18 من سبتمبر الجاري المسح التاسع لدى الأسر التونسية لتقييم الاستهلاك المنزلي بشتى أشكاله من إضاءة وتبريد وتكييف وتدفئة وغيره. وبيّنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المعلومات التي سيتم جمعها في إطار هذا المسح الذي يتواصل إلى غاية 14 من مارس القادم ستستخدم فقط لغايات واحتياجات إحصائية. في أخبار العالم، وفاة 11 شخصا على الأقل في المغرب وفقدان 9 آخرين في حصيلة غير نهائية لفيضانات سببتها أمطار غزيرة في مناطق بجنوب المملكة أثرت أيضا في الجزائر المجاورة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية عدة على قطاع غزة أوقعت وفقا للدفاع المدني في القطاع حوالي 10 شهداء بينهم 5 في مخيم جباليا للاجئين. مقتل 3 حراس إسرائيليين أمس عند جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن برصاص مهاجم أردني وصل من المملكة، وقتله جيش الاحتلال الذي واصل في الأثناء قصف قطاع غزة. مقتل 21 شخصا وإصابة 70 آخرين في قصف استهدف أمس سوق مدينة سنر بجنوب شرق السودان نسب إلى قوة الدعم السريع غدا رفض حكومة البلاد نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين.
بغداد وواشنطن تتوصلان إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوة التحالف الدولي من العراق على مرحلتين، حسب ما صرح وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أمس، مرجحاً توقيع اتفاق بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة. روسيا تعلن أمس إحراز قواتها تقدماً شرق أوكرانيا في وقت أبلغت كييف عن تعرض أراضيها لهجمات جوية عنيفة، مطالبة الدول الغربية الحليفة بالسماح لها بتنفيذ مزيد من الضربات الاستباقية على مطارات أو مواقع عسكرية داخل الأراضي الروسية. السابعة صباحاً وعشر دقائق بتوقيت تونس، التاسعة صباحاً وعشر دقائق بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعياً حمزة الصفار ومرئياً فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وقد جاء في هذه النشرة: رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر إجراء حركة في سلك الولاة شملت كافة الولايات. وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع هذا الأسبوع في صرف المساعدات المدرسية. اليوم انطلاق فعاليات الاحتفالية السابعة بالمولد النبوي الشريف التي تحتضنها مدينة القيروان. هذا وطنياً، أما في العالم فيضانات جنوب المغرب تخلف 11 قتيلاً وعدداً من المفقودين. وعالمياً كذلك، اتفاق بين بغداد وواشنطن على جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين. شكراً على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل في يوم سعيد مع حبيب الشغام. متابعة طيبة للجميع. إلى اللقاء.